تظاهر احتجاج حق دستوري. ولكن منين يجي هذاك المحتج باش يقطع الطريق على الناس؟ الناس عندهم مصالح. كاين اللي راه عنده واحد مريض، كاين اللي عنده واحد خصو يوصلو للتران ولا خصو يوصلو للمطار باش يسافر، وتجي انت تقطع عليه الطريق. اذا الان ما بقيتش كتطلب حقك، بقيت كتمنع الناس اخرين من الحقوق تاعهم. كيجي الامن كيدير السلسله باش ما يخليهمش شي واحد البلاغ هذا بشوف تعيني، ماشي شي واحد كيحكي لي كيدير السلسله. وكيجيو هذوك المحتجين كيدفعوا في الله. انا شفت معطل كيضرب خازني لهنا. هذه الوسائل اللي ما كتهضرش عليها المواطن راه يضرب من خازني. عارفين بوليسي باللي تقتل في السطاد؟ عارفينها. علاش وسائل الاعلام وهذيك الجمعيات الحقوقيه علاش ما هضرتش على هذاك البوليسي اللي تقتل قتلوا المواطنين في الملعب؟ هذاك البوليسي ماشي مواطن، ما عندوش وليدات، ما عندوش عائله. ولكن ملي انا نقول لكم كثر من داك الشيء، المحتجين كيطيحوا بالارض، وهذا ما وقع في انسكان. يضرب بالارض ويدير راسو يسكي، سيرتو العنصر النسوي. ويجي وسائل الاعلام تصور راه تم تعريفه. ولذلك انسكان ماذا حدث؟ لان هذا الشيء اللي وقع الاحداث اساسا في انسكان، ان المسيره تمنعت قانونيا. والسيد الضابط كيقول لهم، لان كاين هذيك القانونيه خصو يلبس الشاره ويهضر صوت مرتفع، كيقول لهم ما عندكمش ترخيص المسيره. ولكن هما كيمشيو كيدخلوا في البوليس بالسجن. طبعا انا ما كاينش كنقول هذاك الضرب اللي ضرب البوليسي راه مشروع، هذاك مدان. ولكن انا باش نولي نفرض القانون تاعي لانني انا احتج داك شيء اخر، وبالتالي الاحداث انا بعد شخصيا كعثماني كندير علامات استفهام كبيره على هذاك بالضبط. علاش هذوك المسيرات تبرمجت يوم الخميس؟ لان كان معروف يوم الخميس في مجلس الحكومه غادي يصادق على مجموعه مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون التغطيه الصحيه والاجتماعيه للمهن الحره. هذاك اللي يصوب في الكاميون، هذاك مول الحانوت، هذاك الطبيب، هذاك الصيدلي، هذاك البناي اللي ما عنده لا تغطيه صحيه ولا تقاعد.